بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا كويس إلى الجنة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هي مجموعة من المحاضرات مجمعة كل البي سي آر، بس أدعو الله عز وجل أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.